اهلا وسهلا بيكم النهاردة على قناتنا الجديدة على اليوتيوب. النهاردة هنبدأ نتعلم مع بعض في الاكسل. هناخد معادلة واحدة النهاردة نمشي النهاردة مع الفي لوكر. هنتعلمها النهاردة بأبسط صورة ليها، وبعد كده هنبدأ نتعلم واحدة واحدة ازاي ان احنا نعملها معادلة نستد، وازاي نقدر نستفيد بيها في ان احنا نستفيد في داتابيز كبيرة اوي. اول حاجة احنا هنعمل النهاردة شيت جديد. في الشيت الجديد دوت هنبدأ نضيف معانا هنا في الشيت جدول بسيط، هنقول فيه مجرد اسماء، هنقول وليكن سامح، احمد، محمد، وليد. نحط قدام كل اسم فيهم رقم 100 مثلا، 50، 300، من هنا value قيمة. المفروض ان انا اعمل شيت تاني. في الشيت التاني دوت هبدأ عايز لما اكتب اسم حد في الشيت التاني يظهر لي قدامه الاسم، يظهر لي القيمة بتاعته. هنقول مثلا اسم، اختار مثلا سامح، عايز اختار لي هنا الفاليو بتاعت سامح. سامح المفروض كام؟ فده المفروض الجدول ده بيبقى كبير قوي، ان انا لما اقعد ادور هتاخد معايا مجهود. ففي معادله لطيفه قوي اسمها في لوك اب. في لوك اب يعني اختصار فيرتيكال لوك اب، اللي هي هيبدا يدور هنا في العمود دوت وياخد القيمه اللي موجوده قدامه. تعالوا نجرب كده سوا. في لوك اب زي طريقه كتابه المعادله في الاكسل كذا طريقه، احنا هنجرب طريقتين دلوقتي يبقوا موجودين معانا. انا حافظ المعادله وبفضل الطريقه دي. بيظهر لي هنا تول تحتيها، التول دي بتقول لي انا هعمل ايه. فبيقول لي هنا اللوك اب فاليو، ايه هي القيمه اللي انا عايز ادور عليها؟ سامح. طيب مكتوب عند في لوك اب فاليو في سيمي كولون، لو ضغطت عليها اتحول الجزء اللي بعديه لبولد، اللي هي التيبل اري. فين التيبل اري عندي؟ اللي هو الجدول اللي انا عايز ادور عليه فيه، اللي هو هنا من اي لبي. هتلاحظ ان ظهر مربع فوق، المربع ده بيقول لك ان انت عندك عايز تدور لغاية 2 سي، هنا 3 سي، 4 سي. القيمة اللي انا عايز ادور عليها موجودة هنا في اللي بعد على طول، اللي هي 2. لو موجودة هنا يبقى رقم 10، لا انا عايز رقم 2 اللي هي تاني قيمة. فبدوس سيمي كولون وبيقول لك الكولوم اندكس كام، اللي هي اللي انا اخترتها اللي هي رقم 2، 1 2. فبكتب 2 وبعدين بكتب انا عايز القيمة دي بالظبط، ان هو يدور عليها اكزاكتلي ما ياخدش حاجة تقريبي من الاسم. فبقول له لا انا عايز القيمة اكزاكت اللي هي فولس، بكتب 0 وبدوس انتر، فبيديني القيمة اللي ظهرت قدام سامح. طب ما تيجي نشوف كده، 100. طب احنا عندنا مثلا احمد كام؟ 200. طب ما نغير الاسم اللي هنا، نكتب احمد، نتغير ل 200. طب ايه الطريقة التانية؟ اجي هنا واغير او ادوس اف اكس، هكتب المعادلة بطريقة تانية، فاكتب في لوك اب هنا. هي ظاهرة معايا هنا بس انا هعتبر انها مش موجودة. اقول له جو، يطلع لي المعادلة، ادوس دبل كليك، ظهر لي جدول. الجدول دوت هو نفس اللي كان مكتوب تحت بس بطريقة جدول عشان تسهل عليه. ايه هي اللوك اب فاليو؟ اللوك اب فاليو انا عايز ادور على اسم احمد. طب ايه التابل اري؟ ارجع هنا تاني، احمد موجود فين؟ موجود في كولوم ايه؟ هبدا اختار ايه موجود القيمه اللي انا عايز ادور عليها فين؟ في بي. لا انا هقول له في سي المره دي، في سي. في سي دي هي اللي رقم 3، فاقول له هنا لا هات لي رقم 3. طيب ايه انا عايز الرينج عامل ازاي؟ انا عايزه يطلع بالظبط، فهدو زيرو اللي هي فولس واقول له اوكي. طبعا هو طلع هنا زيرو لان مفيش حاجه قدام احمد هنا. طيب ما تيجي نكتب اي حاجه قدام احمد، نكتب مثلا مصطفى، دوس انتر، ظهر نرجع للشيت تاني، ظهر لي كلمة مصطفى. يبقى دي الطريقتين اللي هنتعمل بيهم في لوك اب، او الطريقتين اللي انا اقدر اكتب بيهم معادلة. ودي كده معادلة بسيطة. بعد كده هنبدأ نتعلم ازاي نعمل نستد ونعمل معادلات اكبر من كده. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ياريت تشتركوا في القناة معانا.